أهلا بكم من جديد. 90% من العائلات السورية تتبع استراتيجيات وأساليب تتناغم سلبيا للبقاء على قيد الحياة. هذا ما انتهى إليه برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقاريره عن الملف السوري وما يتعرض له السكان من مجاعة جماعية. للأسف يا أيهام. يضيف البرنامج أن السوريين يلجؤون إلى تقليل كمية الطعام الذي يتناولونه بالإضافة إلى شراء كميات قليلة مما يحتاجون إليه، ما يعني عدم حصول الجسم على الغذائيات الضرورية للاستمرار. نتابع هذه القصة ونعود لفتح النقاش. في بلد تصدر القوائم العالمية كأسوأ بلد من ناحية جودة الحياة والأكثر فقرا في العالم، أصبح يحتال فيه السوريون لتحصيل قوت يومهم والبقاء على قيد الحياة. برنامج الأغذية العالمي يطلق مؤخرا تحذيرا حول الوضع الغذائي للسوريين، قال فيه إن ما يزيد عن 90% من العائلات السورية أصبحت تتبع استراتيجيات وأساليب تأقلم سلبية للحفاظ على حياتهم والتحايل على نقص الأغذية، كالقيام بتقليص كمية الطعام التي يتناولونها وتقليل مشترياتهم من الأطعمة إلى الحد الأدنى، والاعتماد بشكل كبير على المساعدات التي يقدمها البرنامج. منظمات أممية حذرت من تدهور الوضع الإنساني والغذائي للسوريين بالتزامن مع اقتراب انعقاد جلسة مجلس الأمن في تموز الجاري لمناقشة قضية إدخال المساعدات الإنسانية عبر المعابر الحدودية، في ظل تخوف من فيتو روسي قد يغير مسار المساعدات التي كانت تدخل الأراضي السورية ويضعها في يد النظام، الأمر الذي سينعكس سلباً على ملايين السوريين في الشمال السوري وتحديداً الأطفال، إذ قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف إن ما يزيد عن 1.5 مليون طفل سوري قد يتعرض إلى تأثير مدمر من جراء وقف المساعدات. من جهتها أشارت الأمم المتحدة إلى حاجتها لما يزيد عن 10 مليارات دولار لعام 2021 لدعم السوريين في سوريا والمجتمعات المضيفة لهم في المنطقة، مطلقة نداءات متواصلة لتمويل صندوق أعمالها المتعلق بالاستجابة الإقليمية للأزمة السورية، كما حذرت منظمة الأغذية والزراعة الفاو من مخاطر انعدام الأمن الغذائي في البلاد. تتصاعد النداءات الأممية وينخفض الأمن الغذائي للسوريين إلى أدنى مستوياته، فهل تغير هذه النداءات من المشهد شيئا؟ أم أن معركة الأمعاء الخاوية ستواصل حصد مزيد من أرواح السوريين دون أن يحرك العالم ساكنا؟ معنا المهندس علاء زيات من غازي عنتاب تركيا. سعد مساك. أهلا بك. وأيضا أرحب بمنور الحاجي وهو مراسلنا من جسر الشغور، وأيضا أرحب بهادي طاطين مراسلنا من عفرين. أهلا بكم. أهلا. وأبدأ معك سيد علاء، يعني برنامج الأغذية العالمي يقول أن 90% من السوريين يتبعون استراتيجيات وأساليب تعود بالسلبية على أجسادهم، لو نتحدث قليلا عن هذا الموضوع. قبل حاجة ستنا أنه نحن عم نحكي اليوم عن معدل الغذاء اليومي للمواطن السوري، مع ندرة المواد بجهة وقلة المداخيل وارتفاع الأسعار، عم نحكي عن مستوى منخفض جدا من الحصول على البروتين والنشويات والفيتامينات. مع تراكم مستمر لهذا النقص رح يؤدي بالتالي إلى شكل من أشكال نقص النمو ونقص المناعة بنفس الوقت. وإذا قصنا أنه هذا عم يتم بظروف نحن ما نزال نناضل ضد كورونا وفيروس كوفيد 19، فتخيلي مأساوية المشهد: عدم قدرة على الصمود في الناحية الغذائية، عدم القدرة على الصمود من ناحية المناعة، وكوفيد 19، وبالتالي نحن أمام مشهد بالحقيقة مرعب في مستقبل سوريا. 90% من السكان جميعا اليوم مثل ما قال تقريركم معرضين لهذا التدهور المتنامي في صحتهم وقدرتهم على تكوين مناعة في جسمهم. نعم أستاذ علاء، يعني هناك حديث يومي عن الوضع المعيشي الصعب اللي عم يعيشه أهلنا في الداخل، وهو يزداد سوءا للأسف يوما بعد يوم، خاصة يعني في حال استخدمت روسيا حق الفيتو لإيقاف إدخال المساعدات إلى سوريا. برأيك كيف سيكون الوضع؟
بالحقيقة اليوم يعني أصحاب المقترح التمديد لعام إضافي للعبور عبر الحدود عبر الكروس بوردر لين إيرلندا والدنمارك يعني قدموا تنازل جديد للروس من أجل أنه يدفعون للقبول بتوقيع القرار، بحيث أنه أصبح القرار يشمل على معبر وحيد هو معبر باب الهوى، وتنازلوا عن معبر اليعروبية رغم أهميته لأنه ممكن ينعش المنطقة شمال شرق سوريا. مع ذلك المساعي جارية اليوم وغدا، لأنه يوم السبت هو آخر يوم في التمديد السابق للقانون للقرار مجلس الأمن، وبالتالي يجب البحث عن إطار قانوني لإدخال المساعدات. إذا استخدموا الروس الفيتو مرة أخرى يعني أكثر من 3.5 مليون سوري سيتعرضوا لوضع متفاقم جدا من حيث الموارد الغذائية والإنسانية والخدمات أيضا. لا أتصور أن هناك أي ثقة أن المساعدات عبر الخطوط يمكن أن تكون بديل مناسب لنظام احتكر الشأن الإنساني ودائما استخدمه كجزء من سلاحه في المعركة، وبالتالي لا يوجد ثقة لا عند الأوروبيين ولا عند الأمريكان أن يكون هناك مساعدات إنسانية عبر الخطوط، والإصرار ما يزال عبر الحدود عن طريق الكروس بوردر. سننتظر جلسة بكرة أو يمكن يوم الاثنين ما بنعرف لكي نعرف ماذا سيفعل الروس بهذا الشأن الإنساني. نعم، أنتقل إليك هاد. يعني مثل ما ذكر أستاذ علاء أنه عدد أيام تفصل بين تمديد فتح المعابر، يعني لو تعطينا لمحة اليوم بظل وجود مساعدات، يعني لن نقول أنها كافية لكن هناك عدد من المساعدات تصل إلى أهلنا بريف حلب، كيف يتدبرون أمورهم؟ كيف هي حياتهم بشكل عام؟ مساء الخير وتحية طيبة لك ولضيوفك الكرام وللسادة المشاهدين. يعني نحن نتحدث بداية عن منطقة زراعية، وقسم هنا قسم كبير من الأشخاص الذين لا يصلهم جزء من هذه المساعدات التي تذكريها. يعني فنحن نتحدث عن منطقة يعني يوجد فيها حوالي 4 أو 3 ملايين شخص. على المستوى العام يعني هناك 1 مليون شخص موجودين في المخيمات، ربما هم أكثر المتضررين من عدم دخول المساعدات، ولكن هناك حياة، يعني هناك جانب آخر للحياة، هناك أنشطة تجارية، هناك أنشطة زراعية موجودة. فبالتالي لا يعني لا يمكن الحديث هنا عن يعني عن تضرر كامل المجتمع، ولكن بالتأكيد سوف يلحق الضرر الجميع، ولكن حجم ومستوى هذا الضرر يختلف من شخص إلى آخر ومن فئة إلى أخرى. هناك بالنهاية نحن نتحدث عن منطقة زراعية، يعني كنا تحدثنا خلال الفترة الأخيرة عن تضرر المزارعين بسبب انخفاض الأسعار. فهذا يعني المواضيع هي مختلفة ومتعقدة ومرتبطة ببعضها. على مستوى الغذاء بالتأكيد سوف يعني هناك أشخاص أو هناك يعني قرابة 1 مليون شخص من الذين يتلقون مساعدات عن طريق الأمم المتحدة في حال لم يتم تمديد القرار دخول المساعدات عبر الحدود، فبالتالي هم الفئة الأكثر تضررا، وبالتالي سوف تزداد أزمتهم من الناحية الغذائية، ولكنها لن تكون يعني السبيل الوحيد أو الخيار الوحيد في حال تم يعني في حال لم يتم تجديد قرار دخول المساعدات. هذه أخبار جيدة يا هادي، الله يطمن قلبك أنه يعني الوضع بريف حلب منيح بسبب الزراعة ووجود سبيل آخر للحياة. نعم قد يكون أفضل من غيره. أيضا منير، ما هو الوضع لديك وكيف يتدبر الأشخاص والعائلات، كيف يتدبرون أوضاعهم في هذه الظروف؟ نعم الحقيقة يعني يحتاج الأهالي هنا إلى مساعدات عاجلة بلغت يعني خلال العام الحالي، حيث يعني وثقت بعض المنظمات على رأسها منسقو الاستجابة دخول يعني أكثر من 1000 شاحنة خلال الفترة الماضية. طبعا وصل يعني مجمل المساعدات التي تم دخولها إلى أكثر من 587,000 طن، معظمها مساعدات غذائية وطبية، وصلت إلى أكثر من 72%، وهذا رقم كبير جدا، أي أن غالبية المساعدات تتضمن المساعدات الطبية والإغاثية. طبعا هنالك يعني كما تحدث الزميل عن القطاع الزراعي، كان هنالك تضرر على مستوى على كامل المستويات، بدءا من القطاع الزراعي إلى القطاع الطبي إلى غالبية القطاع. نتحدث باختصار عن القطاع الزراعي، كان هنالك انحصار للأراضي المزروعة التي هي في الأساس يعني كسهل الغاب ومناطق أيضا في بالقرب من ريف الجمع الشرقي منطقة سراقب، وتلك المناطق الزراعية جميعها انحصرت واتجهوا باتجاه مخيمات الشمال، الأراضي حيث لا تصلح
مفتوح للزراعه، ربما في ريف حلب وفي ريف عفرين يوجد يعني مساحه للاراضي الزراعيه، لكن هنا في شمال ادلب الاراضي المتبقيه غالبيتها لا تصلح للزراعه، وبطبيعه الحال يعني القطاع الزراعي تضرر بسبب يعني الغلاء، غلاء سواء المحروقات وايضا عدم وجود المياه المواد، وحتى على مستوى اغلاق المعابر وانعدام التصدير هنالك ماساه حقيقيه لدى المزارعين، انحسر قطاع الزراعه. اما القطاع الطبي فهو يعني من اكبر المتضررين، الى جانب القطاع الغذائي الذي يعني تضرر بنسبه كبيره جدا، وصلت الى يعني نسبه كبيره جدا 90% يحتاجون الى مساعدات عاجله. يعمل الاهالي على اختصار، يعني نحن نتحدث فقط عن الاساسيات، لم نعد نتحدث عن الكماليات منذ بدايه العام 2020 منذ بداية العام الماضي 2020 وحتى هذه اللحظة، يعني الأهالي لا يتحدثون سوى عن الأساسيات التي تتعلق برغيف الخبز وأسطوانة الغاز ولتر المازوت والأمور الأخرى، في حين أن يعني الغلاء يعني تسبب يعني بغلاء ربطة الخبز ويعني انخفاض وزنها، العائلات التي كانت تحتاج إلى يعني ربما 6 ربطات خبز تحتاج إلى أعداد مضاعفة، قد يتضاعف يعني وزن، قد يتضاعف يعني اسعار هذه المواد الى اكثر من 4 أضعاف بحسب منسق الاستجابه، اللي وانا اتحدث عن ربطه الخبز وهي الشيء الاساسي يعني لكل مائده سوريه. نعم منير، لا تستطيع الاهالي التخلي عنه بطبيعه الحال، قد يتضاعف في حال اغلاق المعبر، معبر باب الهواء الى 4 أضعاف، وهذا ما لا يطيقه الاهالي، بالاضافه الى الأمور الأخرى. نحن نتحدث عن الحاجات الأساسية من بينها الطبابة والحاجات إلى المياه، هنالك منذ شهرين وحتى هذه اللحظة توقفت الدعم المنظمات عن أكثر من 340 مخيم في الشمال السوري، هنالك حرمان لهذه الأهالي التي كانت تتلقى المياه بالمجان، اليوم يحتاجون إلى شراء هذه الصهاريج للمياه، تبلغ قيمة البرميل الواحد الآن يعني في الوقت الحالي بقيمة ليرتين تركية طبعا، وهذا ربطة الخبز تقريبا ليرتين ونص منير. نعم بالتأكيد ربطة الخبز الآن وهي ليرتين ونصف، لكن يعني خف وزن ربطة الخبز، يعني تقلص حجمها إلى 650 جرام، أي أنها بمعدل نصف ربطة عن العام الماضي. يعني للأسف منير يعني المي والخبز هي يعني أكثر شغلتين لازم تنوجد عند كل أسرة سورية، المي يعني هي الحياة، والخبز هي يعني مثل ما حكينا من شوي بلفنا شيء مهم كثير بالسفرة السورية ومهم كغذاء عند السوريين. يعني البعض وصف هذا الموضوع بمجزرة جماعية. عبر المهجرون السوريون عن مخاوفهم من عرقلة روسيا في مجلس الأمن تمديد آلية وصول المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا. نعم نور، معبر باب الهوى يمثل الشريان، شريان للحياة للمدنيين القاطنين في المنطقة والتي تعج بالنازحين الفارين من هجمات نظام الأسد وروسيا. بالنسبة لموضوع عم يحكوا على موضوع تسكير المعبر، معبر باب الهوى يعتبر هو الشريان الوحيد اللي باقي للشمال المحرر اللي بيحوي أكثر من 5 ملايين بني آدم عايشين من الله ومن معبر باب الهوى. فإذا روسيا بدها تنجح في خطة تسكير معبر باب الهوى فهذا بيعني أنه القضاء على 5 مليون بني آدم ساكنين بالشمال السوري. فإحنا بنطلب من الهيئات، هيئة الأمم المتحدة وجميع الفعاليات ومجلس الأمن في إفشاء خطة روسيا في تسكير معبر باب الهوى. عايشين عمال الله يساعد العالم، وسع اليوم بده يقوموا يسكروا معبر باب الهوى اللي عايشين ملايين النازحين من وراه، هذا في طبابي في المشافي في العالم عايشي على ورا سلة الإغاثة بالمعبر باب الهوى، وإذا سكرت روسيا لمعبر باب الهوى معناتها قتلت العالم كلياتها، يعني مجازر جماعية ما كفانا ضرب طيران وصواريخ من روسيا والإيراني والسوري لسه عايش قطاع الإغاثة على العالم. وهلا طالعين بشغلي بدي قال سكروا معبر باب الهوى ليعد شريان الحياة لكل المحرر. في نسبة كبيرة من الشعب بيعتمد على الإغاثة أو الإعانة الشهري أو على الطبابي، وأغلب العمليات الحرجية عم تتحول على طريق تركيا، والدعم الطبي كلياته عن طريق تركيا وعن طريق منظمات الفاعل في المنطقة هون. حط الحجار على جنب.
سيد علاء، اليوم يعني ظهر شيء جديد بمجتمعنا انه بعض الاهالي عم يقتصروا من عدد الوجبات والبعض عم يتخلى عن وجبه مشان يطعمي اطفاله، قد ايه هذا الشيء ممكن يبين على اجسادهم بالمستقبل وعلى صحتهم؟ عم نحكي عن انحدار تدريجي مستمر في الراتب الغذائي اليومي صديقتي. وهذا يعني كما وردت في البداية أن مستوى البروتين والحريرات المأخوذة في اليوم هي أقل مما يحتاجه الجسم لإكمال يومه، وبالتالي سوف يقوم بهدم مخزون الخلايا. هذا رح يظهر في البداية بشكل من أشكال الهزال، بعدين بتبلش مجموعة من الأمراض الناتجة عن سوء التغذية بالتكاسر، وبالتالي بنحصل على أجساد ضعيفة، مقاومة للأمراض منخفضة، وهذا بجر إذا الفقر والجوع يجر المرض، واثنيناتهم راح تكون نتائجهم مزيد من الضحايا السوريين. هذا التوقع اللي نحن عم نخاف منه اليوم لما بينحكى عن إغلاق مزيد من المعابر، لأنه بالتالي هذا الشريان مثل ما قالوا كل ضيوفكم بالتقرير، هذا الشريان إذا أوقف من أين؟ ولاحظي معي صديقتي أنه معبر باب الهوى لا يخدم فقط شمال شرق سوريا طبعا. يخدم كل سوريا. اليوم مجموعة كبيرة من البضائع التركية موجودة بحمص وموجودة بدمشق وموجودة باللاذقية، هذا يعني أن هذا المعبر حيوي لكل السوريين وليس فقط لشمال شرق، ومع ذلك الروس مصرين أن يقدموا المساعدات عبر الخطوط لكي تكون بيد النظام يعني وروسيا، وهم من يقومون بتوزيع هذه الحصص والتحكم كما قال إيهم. يعني أيضا هذه المعابر لا يدخل أو لا يعبر منها فقط المواد الغذائية، يعني هناك مواد التعليم ومواد أخرى طبية. والمواد الطبية تعبر من يعني من هذا المعبر، وبالتالي هذا سينعكس أيضا على نواحي أخرى من الحياة وليس فقط المواد الغذائية. خلينا نتذكر أيهم أنه كل نشاط المنظمات المدنية الموجودة في تركيا يمر نشاطها عبر هذا المعبر، كل نشاط الخدمي المتعلق في المخيمات وأيضا التعليم والصحة والبنية التحتية والصرف الصحي، كل هذه القضايا تتم عن طريق هذه المعبر، الأجهزة والمعدات وأيضا المواد الإنسانية، وبالتالي إغلاقه هو جريمة حرب بكل ما الكلمة من معنى. جريمة جماعية مثل ما وصفها البعض اليوم، يعني عم نحكي عن حتى آثار اجتماعية رح تظهر بالمجتمع. يعني من شوي تناولنا تقارير وكانت معنا ضيفة حنين عم تحكي لنا أنه في حالات انتحار كبيرة عم تكون بشمال غربي سوريا بسبب الظروف المعيشية الصعبة، فما بالك لما تنقص هاي المساعدات كيف حيكون الوضع بشكل عام بتلك المناطق؟ الخوف دائما من فقدان الأمل. نعم، الخوف من فقدان الأمل فعلا مسألة جوهرية اليوم، مطلوب اليوم المنظمات أن تضغط بكل قوة وبكل ثقل على اللاعب الدولي وعلى اللاعب الإقليمي من أجل عدم السماح بإغلاق المعابر. أنا بتصور اليوم الأوروبيين للأسف قاموا بالضغط على الروس بأنهم هددوا بإيقاف كل مساعداتهم، وهذا مزيد من الكارثة بالنسبة للسوريين. اليوم الاتحاد الأوروبي يقدم 90% من المساعدات الإنسانية لسوريا، إذا هدد بإيقاف المساعدات، إذا أصر الروس على الفيتو، يعني مزيد من الكارثة. كل هذه القضايا يجب أن تكون رهن النظام السياسي، رهن نشاط المعارضة، وأيضا رهن نشاط منظمات المجتمع المدني من أجل الضغط أكثر على مجلس الأمن لتمرير المساعدات لمدة عام على الأقل، كما قال تقريركم في التعليق على جير بيترسون. أستاذ علاء، يعني أيضا حديث برنامج الأغذية العالمي جاء بعد نحو شهر من تغريدة نشرها وبين خلالها أنه 84% من العائلات السورية في عموم سوريا فقدت مدخراتها بعد نحو عقد من الصراع، ما تأثير ذلك أيضا؟ يعني عقد من الصراع أيهم، ثم يعني سنة ونصف من كورونا وتوقف أغلب الأنشطة التجارية، أسر كانت تعيش على مستوى اليومية، شو بده يكون عندها مدخرات؟ وبالتالي من الطبيعي أن يكون الرقم، توقعاتي الشخصية أن يكون أكبر من ذلك. هناك الآن فئة ضيقة جدا من سوريا تعيش من اقتصاد الحرب وتسرق كل مداخل السكان، وباقي السكان بالكامل يعيشوا هذا الفاقة والعوز والجوع ونقص الخدمات. وبالتالي هذا التقرير فعلا أتصور أن الأرقام أكبر من ذلك اليوم، كما نرى بوضوح على الأرض من خلال مشاهداتنا المختلفة. يعني اليوم وصلنا فعلا لحالة أنه الناس عم بتعيش بالخيام
على الحدود في شمال غربي سوريا وفي منطقة المخيمات بريف حلب كما ذكر مراسلنا على المساعدات فقط؟ بسبب انعدام العمل؟ القسم الأساسي على المساعدات. يعني تخيلي مخيم وفيه لاجئين وأسر متراكمة في أكثر من أسرة في الخيمة، شو هي القضايا الاقتصادية اللي ممكن يقوموا فيها؟ هذا واقع مأساوي كبير يعود أنه الناس بحثة عن الأمان عم تغادر مناطقها، عم تغادر مناطق الآهلة وتلتجئ للحدود ظنا منها أن هذه المنطقة ممكن أن تكون ناجية من القصف. أمام الجوع والأمان الناس تختار الأمان. صحيح. أيضا بالانتقال إلى منير، عمل المنظمات الإنسانية في سوريا ودورة في تحسين الوضع المعيشي لا سيما المنظمات الدولية، يعني لوين ممكن تصل الأمور؟ يعني الآن أهم المنظمات الدولية تصب كامل جهودها إلى يعني إلى المناصرة وإلى الدعم وإلى التظاهر، وإلى يعني شاهدنا خلال الأسبوعين الماضيين تكثيف حملاتها من أجل الضغط على الجانب الروسي والضغط على المجتمع الدولي عموما لعدم إغلاق معبر باب الهوى، لأنه يعني لا توجد يعني أمام المنظمات خيارات بديلة، وإن وجدت فهي خيارات قليلة جدا. طبعا المنظمات المساعدات التي تدخل عبر الأمم المتحدة يعني هي القسم الأكبر الذي يسد حاجة الأهالي. هنا نحن نتحدث عن يعني في حال توقف معبر باب الهوى عن دخول المساعدات، هنالك توقف في منظمة اليونيسف ومنظمة الأغذية العالمية والأمم المتحدة، هذه التي تدخل القسم الأكبر من المساعدات التي تصل إلى 90% والتي يعني تقوم المنظمات هنا العاملة بتوزيعها على الأهالي. في حال توقف هذا الأمر سيكون أمام المنظمات الخيارات البديلة وهي الأضيق التي لا تلبي هذه الاحتياجات، ونحن نتحدث عن أعداد كبيرة من الشاحنات تدخل، يعني هنالك الخيارات أمام المنظمات في الحقيقة قليلة جدا، لكن حتى هذه اللحظة هنالك تراجع في عمل المنظمات منذ يعني بداية هذا العام، وحتى هذه اللحظة فقدت بعض المستوصفات. كان هناك تخفيض بالدعم لهذه المنظمات. نعم بالتأكيد، أكثر من 6 مستوصفات في الريف الغربي فقدت يعني دعمها بسبب توقف الدعم أو عدم تجديد العقود. هنالك يعني قبل قليل كان هنالك تقرير يتحدث عن توقف أيضا المستوصف في منطقة زردنة أيضا، وهو مستوصف يضاف إلى مستوصفات أخرى أيضا في المجال الإغاثي. يعني هي في طبيعة الحال يعني التأثر كان للقطاع الزراعي والصناعي وحتى للقطاع التجاري الذي يعني تنعدم فيه المنافسة يعني في الشمال السوري. نحن نتحدث عن الأساس في التجارة والعمود ويعني القطاع النفط الذي يعني لا يوجد شركات منافسة ربما تقوم به، يعني تكون هنالك روح التنافس بين الشركات يعني يؤثر على انخفاض الأسعار. هنالك الأسعار آخذة في الارتفاع سواء على مستوى النفط الذي يتحكم بكل شيء أو حتى على مستوى الأمور الغذائية وعلى مستوى الأمور الطبية المهددة بالتوقف. هذه ذكرت من شوي أنه تقريبا 1 مليون شخص بمخيمات ريف حلب رح يضروا في حال لم يتم تمديد فتح المعابر. هدول الأشخاص فقط عايشين على المساعدات الإنسانية أم في أعمال بيقدروا يشتغلوها غير موضوع الزراعة اللي تحدثنا عنه موجود بريف حلب؟ التنويه نور، بالبداية 1 مليون شخص هن موجودين بمخيمات الشمال السوري بشكل عام، يعني العدد الأكبر هن موجودين بمنطقة إدلب وريف إدلب الشمالي. عدد المخيمات بمناطق ريف حلب سواء الشرقي أو الشمالي هي الأقل بكثير من الموجودين بريف إدلب الشمالي. نسبة كبيرة من الأشخاص الموجودين بالمخيمات هن بشكل أساسي نعم بيعتمدوا على المساعدات المقدمة لهم، على المساعدات اليومية الخبز أو على المساعدات الشهرية السلة الغذائية بالإضافة لتقديم المياه من المؤسسات. بالتالي في حال انقطاع يعني المساعدات المقدمه من الامم المتحده فرح يكون ضررهم كثير كبير، ولكن يعني ولكن في حال صدر هذا الامر بالتاكيد هؤلاء الاشخاص رح يبحثوا عن بدائل، ما رح يضلوا موجودين بهي المخيمات. طيب في بدائل متاحه مثل شو مثلا؟ هذه عم تقول في بدائل؟ انا ما قصدي انه في بدائل رح تكون مجهزه لهم، وانما الاشخاص نفسهم رح يبحثوا عن بدائل، رح يلتجؤوا للزراعه، رح يلتجؤوا للاعمال يعني ممكن تكون مجهده لهم، ولكن ما رح يضلوا مكتوفين الايد وينتظروا دخول المساعدات. فبالتالي يعني انا هون اختلف مع الصوره النمطيه اللي عم تحاول ترسم بان السوري يجلس وينتظر سله الاغاثه فقط. هناك اشخاص يعني هناك العديد من الاشخاص او النسبه الاكبر، نحن عم نحكي عن مناطق شمال غرب سوريا فيها 5 ملايين شخص، 1 مليون شخص هن موجودين بالمخيمات،
بقيه الاشخاص ان الاشخاص يعني عم يحاولوا يجتهدوا وعم يحاولوا يشتغلوا وعم يحاولوا يأملوا قوت يومهم. في حال انقطعت المساعدات عن القسم او في حال خفت هي المساعدات فبالتالي الشخص اللي انقطعت عنه المساعدات ما راح ينتظر قرار جديد للامم المتحده راح يحاول يلاقي شغل يحاول يبحث عن عمل. هذا قصدي بالبدائل الموجوده. اما وجود بدائل متوفره لهذول الاشخاص عوضهم عن المساعدات اللي قدمهم فحتى الان يعني بضوء الاحداث اللي عم تمر بضوء الظروف والتوقعات فما في شيء والله. شكرا أكيد. لك هادي تعطي مراسل يعني لو المنظمات فعلا يعني لما عم تعطي هي المبالغ او المساعدات لاهلنا افتتحت فيها مشاريع او صغيره او متوسطه كنا ما تخوفنا في حال ما مددت روسيا فتح المعابر. بتمنى انه عن جد اي حدا من الخيام فعلا يفتح له مشروع او يتم انتاج اي شيء من الاعمال ويصرف على حاله وما نضل منتظرين روسيا ترضى او ما ترضى. بتشكر ضيوفنا هادي طاطين مراسل تلفزيون سوريا من عفرين وايضا منير الحاجي مراسل تلفزيون سوريا جسر الشور وعلاء زيات مهندس زراعي من مكتب غازي عنتاب. شكرا لكم جميعا. شكرا لكم جميعا. بخوف وترقب ينتظر السوريون قرارات ليست بيدهم من أجل إدخال المساعدات إليهم عبر الحدود البرية مع تركيا ما يثقل كاهلهم نفسيا ومعيشيا لا سيما القاطنين في مخيمات شمال غربي سوريا. نشاهد هذه المأساة. بده يدخلنا مساعدات لما كنا بالغوطه كان دخلناها من الاول وما كنا عشنا بحاله جوع وفقر شديد جدا جدا. فما بالكم هلا اذا استلم اذا تم ادخال المساعدات عن طريق النظام مستحيل يدخلها لانه نحن مرضينا بهالحاله من قبل. طبعا هذا الشيء راح يؤدي الى كارثه انسانيه في شمال غرب سوريا. فمثلا فقط بمشروع الدبليو اف بي راح يؤدي الى ايقاف المساعدات لاكثر من 300 الف نسمه. كما راح يؤدي هذا الشيء الى ايقاف المساعدات الطبيه لجميع العوائل هون النازحه المقيمه بهالمخيمات بشمال غرب سوريا. طبعا معظم المنظمات راح توقف عملها بسبب ايقاف دخول المساعدات من خلال معبر باب الهواء. انتهت قضية الليلة وسنقوم بآخر أخبار رياضة مع الزميل فرات بعد الفاصل.